بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي شركاء، أنهم في الجاهلية كانوا يعبدون الله جل وعلا، ويعبدون معه آلهة أخرى من الأصنام وغيرها، فنهاهم الله عن ذلك. وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له، يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الله لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له، يؤمنون بهذا، ومع هذا يدعون معه غيره، يعبدون معه غيره، فهذا تناقضهم في توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء تدعونهم معه من الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، هذا في الجاهلية. ثم كان بعد القرون المفضلة وبعد ما طغت الجاهلية في القرون المتأخرة، عاد الشرك في توحيد الألوهية بعبادة القبور والأضرحة، وبنوا عليها المشاهد ووضعوا لها السدنة، عادت الجاهلية. ولكن من فضل الله أن هناك دعاة إلى الحق من أهل العلم ينكرون هذه الجاهلية ويأمرون بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قام في هذه البلاد بإنكار ما عليه أهل زمانه، أو غالبهم ما عليه غالبهم، فدعا إلى الله وبين وألف كتاب التوحيد، هذا الكتاب الفذ الذي ألفه في توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وجعله على أبواب، انتفع الناس به واستفادوا منه في هذه البلاد وفي غيرها ممن من الله عليهم بقبول الحق ومعرفته، فكان في كل بلد ولله الحمد من تقوم بهم الحجة على غيرهم ممن يبينون التوحيد وينكرون الشرك في الألوهية وينكرون تعظيم القبور إلى حد أنها يوضع عليها قباب ويستغاث بها ويستعان بها عند الشدائد،
فنفع الله بدعوته، ولا تزال ولله الحمد، لا سيما وأنه انضم إليه الإمام محمد بن سعود رحمه الله، بايعه على النصرة، فتمت البيعة بين الشيخ وبين محمد بن سعود، هذا في العلم، وهذا في العلم وهذا في السلطة، توحدت السلطة مع دعوة التوحيد، وظهرت ولله الحمد، استبانت، ونفع الله بها هذه البلاد وغيرها من البلاد التي قبلت الحق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الأولى تفسير آية مصداق، هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث في هذه الأمة في كل قرن من يجدد لها دينها، يبعث لهذه الأمة في كل قرن، يعني 100 سنة، من يجدد لها دينها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، فهو سبحانه هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، هذا ما دعت إليه الرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، تقوم الحجة ولله الحمد، يقيض الله لهذا الدين من ينصره ويبينه للناس. نعم. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الآية النازلة في الشرك الأكبر تعم الشرك الأصغر أيضا، الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر كله بينه الله في كتابه ونهى عنه، حذر منه غاية التحذير، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، وبين هذا كيف كان القرآن كله توحيد. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، ثالثة أن الحلف بغير الله شرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، تعظيم للمحلوف به، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، إذا حلف بالله صادقا ما هو ما كذب فهي أشد من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، وإن كان أصغر فهو أعظم الذنوب. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، الفرق بين الواو وثم، العطف بالواو والعطف بثم،
فلا تقل لولا الله وفلان، ولكن تقول لولا الله ثم فلان، ثم تأتي بثم، ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك. والتوحيد أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، تأتي بثم، تكون مشيئة العبد متأخرة عن مشيئة الله وليست مشاركة لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ما جاء من الوعيد في حق من لم يقنع بالحلف بالله، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. نعم، هذا هو التوحيد، من حلف بالله فليصدق، ولا يحلف بالله كاذبا، يعظم اليمين، وهذا من تعظيم الله سبحانه، من تعظيم المحلوف به، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، تبرأ الله منه. نعم. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ليس من الله، تبرأ الله منه والعياذ بالله. من لم يرضى بالحلف بالله إيش يرضى؟ ماذا يرضى به؟ يرضى بالحلف بالله، ومن لم يرضى فليس من الله، تبرأ الله منه، نسأل الله العافية. نعم. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال نعم. الشارح قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما، وقوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال نعم. تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: اتقوا الله، اتخذوا وقاية تقيكم من عذابه وغضبه بطاعته سبحانه، الوقاية هي طاعة الله ورسوله، هذه الوقاية التي تقي من عذاب الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. نعم، إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إذا عزم الأمر في الجهاد، وكان لا بد من الجهاد، فلو صدقوا الله وجاهدوا في سبيله لنصرة دينه لكان خيرا لهم، وإن كان قد ينالهم شيء مما يكرهون فهو مكتوب
لهم عند الله في صحائف أعمالهم الصالحة. نعم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحين البأس يعني وقت القتال، حين البأس يعني وقت القتال، يكونون صادقين مع الله ناوين بذلك نصرة الدين وطاعة الله ورسوله. نعم. وقوله: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف له بالله فليرضى، ولو كان الحالف كاذبا، لكن المحلوف له يرضى بالله عز وجل. ومن لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله، تبرأ الله منه والعياذ بالله. نعم. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف القاضي المنكر فإنه يجب على المدعي أن يرضى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. في الخصومات هذا معروف، وكذلك فيما يجري بين الناس من الاختلافات، فإن إذا حلف أحد الاثنين، حلف المدعى عليه، فإنه يجب على المدعي أن يقنع. فإن كان الحالف صادقا فهذا هو الحق، وإن لم يكن صادقا فالإثم عليه، ولكن المحلوف له يرضى بالحلف بالله عز وجل. نعم. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. من حق المحلوف له أن يحسن الظن بالحالف وأنه صادق في يمينه ما لم يتبين له خلاف ذلك. نعم. كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. احمله على المحمل الطيب، وهذا تصلح به أمور الدين وأمور الدنيا إذا تعامل الناس بذلك على تعظيم اليمين بالله، واقتنع المحلوف له بالله، فهذا هو الإيمان، وهذا هو المؤاخاة في دين الله عز وجل. من لم يرضى باليمين فليس من الله كما في الحديث. نعم. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله
ما لا يخفى على من له فهم. أي نعم، إذا ساد الصدق بين المؤمنين في معاملاتهم وفي أقوالهم وأفعالهم، ووجد حسن النية من بعضهم في البعض الآخر، صلحت الأحوال واستقامت الأمور. وأما إذا حدث التشكك في الناس وسوء الظن بالناس بالمسلمين، إذا حدث سوء الظن بالمسلمين فإن العواقب وخيمة، لا يثق أحد بأحد ولا يرضى أحد بأحد. نعم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. أي نعم، أن يصدق بعضهم بعضا إذا حلف له، وأن ذلك من أسباب اجتماع القلوب وتآلفها بين المسلمين، وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكونوا إخوة متحابين، إخوة متعاونين، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث. ثم إن الثقة بالمسلم تدخل في حسن الخلق التي هي من أعظم في الذي هو أعظم ما يوضع في ديوان المسلم، حسن الخلق. إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم. نعم. وهو من مكارم الأخلاق. نعم. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده. نعم، هذا الذي يصلحك مع الله، أن تقوم بحقوق الله عليك وأن تقوم بحقوق العباد الواجبة عليك. نعم. من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم. نعم، حسن الخلق مع المسلمين والملاطفة، هذا من مكارم الأخلاق ومن خصال الدين. وأما التنافر والتباغض وسوء الظن بأخيك المسلم فهذا من صفات أهل النفاق. نعم. وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. لا تترفع على إخوانك المسلمين، بل اعتبرك واحدا منهم وتفرح لفرح أخيك وتتأثر من تأثر أخيك. المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها. في كتب الأدب الشرعي، الآداب الشرعية، فيها مؤلفات، فيها مؤلفات دونت فيها الآداب الشرعية التي يجب أن تسود بين المسلمين. نعم. فمن رزق ذلك وعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. فمن رزق ذلك. نعم. وعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك. نعم.
دل وهذا واجب على كل مسلم أن يعمل بما يجب العمل به وأن يترك ما يجب تركه. هذا هو دين الإسلام وهو الخلق الذي يجب أن يسود بين المسلمين. واقرأوا سورة الحجرات وما فيها من التوجيهات الربانية العظيمة. نعم. فمن رزق ذلك وعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله. نعم. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين. هذا لا يتم إلا بإعانة الله عز وجل والاعتماد على الله بأن يرزقك هذه الأخلاق الطيبة السامية. اطلب من الله: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. نعم. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فكل مخلوق فهو مفتقر إلى الله جل وعلا، ولولا أن الله يعينه ويمده ويرزقه ما استطاع أن يعيش على هذه الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. نعم. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. النهي عن الحلف بالآباء: لا تحلفوا بآبائكم، كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى يقتنع. نعم. من حلف له بالله فليرضى، هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. الثالثة: وعيد من لم يرضى ليس من الله، هذا الوعيد أنه ليس من الله، تبرأ الله منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله ما شاء الله وشئت. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. اي نعم، ان هذا لا يجوز الجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، لان الواو تقتضي المشاركه والمساواه، فماذا تعمل؟ تاتي بثم، تاتي بثم، لولا الله ثم انت، لولا الله ثم أنت، فتجعل المخلوق مرتبا مع الله بثم، وثم للتراخي، والواو للجمع، ثم للترتيب والتراخي، فتجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تجعل مشيئة، وكذلك لولا الله ثم أنت، ما حصل كذا لي، لولا الله ثم، لا تقول لولا الله وأنت. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، قل ما شاء الله وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. قتيلة هذه امرأة. نعم. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة،
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العدو، العدو يتصيد الأخطاء على المسلمين، تصيد الأخطاء على المسلمين. فهذا يهودي، يهودي على دين اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فهذا فيه كما يقول الشيخ فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهودي له هوى، ما هو قصده الحق، ولكن له هوى بتنقص المسلمين، فوجد هذه الغلطة، تقول ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عليه، مع أنه عدو ما عنف عليه، لأن هذا حق، والحق يقبل ممن جاء به ولو كان عدوا، يقبل الحق ممن جاء به. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ونبه عليه، فكان ذلك سبب خير للمسلمين، مجيء هذا اليهودي صار سبب خير للمسلمين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الطريق الصحيح بسبب مجيء هذا اليهودي الذي ما جاء ناصحا وإنما جاء معيرا. نعم، ولكن المسلم يقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. نعم. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. لا يجوز الحلف بالمخلوق، ولو كان هذا المخلوق فاضلا ومعظما مثل الكعبة لا يحلف بها، ما يقال والكعبة، وإنما يقال ورب الكعبة، ورب الكعبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صفي الأنصارية. نعم. صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب. نعم. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق مما جاء ممن جاء به كائنا من كان، ولو كان عدوا، ولو كان عدوا، إذا جاءك العدو بالحق فإنك تقبله وتعمل به. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة. نعم، الكعبة معظمة وهي بيت الله، هي بيت الله العتيق، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهي بيت الله العتيق، ومع هذا لا يجوز الحلف بها، فلا تقل والكعبة، ولكن تحلف برب الكعبة، لأن الله رب كل شيء ومليكه. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، ويتوجه إليها المسلمون في صلواتهم وفي دعواتهم في أي مكان، هي بيت الله العتيق. نعم، بيت الله المحرم. نعم. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام. نعم،
النهي عن الشرك عام، سواء صدر من كافر أو من مسلم ينهى عن ذلك. نعم. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. نعم. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم، انتبهوا ينبهكم الشيخ. نعم. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، ومن يعني المعلوم من الجهال من يسأل الكعبة ويتعلق بها ويشتد عندها، هي بيت الله بلا شك، بيت الله العتيق، ولكنها محل عبادة، محل عبادة ودعاء، وليست محل استنجاد بها أو طلب شيء منها. نعم. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. نعم، الكعبة لا تضر ولا تنفع، هي حجارة وبنيان، لكنها مشعر من شعائر الله سبحانه وتعالى، أي علامات العبادة التي وضعها الله لعباده، فهي مشعر يعبد الله عندها ويطاف بها ويحج ويعتمر إليها ويصلى إليها. المسلمون في أطار الأرض في مشارق الأرض ومغاربها توجهون في صلاتهم ودعائهم إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر الله بالطواف بها تطوعا أو واجبا. نعم. وجعلها للأمة قبلة، جعلها الله الكعبة للأمة قبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، علم الله ذلك منه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان ينظر إلى السماء يتحرى أن ينزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالذي يرى الكعبة لا بد أن يتوجه إليها، إلى عينها، لا بد أن يتوجه إلى عينها. وأما الذي لا يرى الكعبة فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة، الجهة التي فيها الكعبة، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فكل ما ابتعد الإنسان عن الكعبة اتسع الاتجاه إليها، كل أهل الأرض يتجهون من المسلمين يتجهون إلى الكعبة في أي مكان. نعم. فالطواف بها مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع. ممنوع، الطواف بالكعبة مشروع، والحلف بها ممنوع. ممنوع، الحلف بها ممنوع، الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. نعم. فالطواف بها مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع، فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. نعم، في حق الكعبة وغيرها. نعم. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع،
وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، لا تنظر إلى الناس، انظر إلى الشرع المطهر وما جاء به، لا تنظر إلى العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، انظر إلى الشرع المطهر وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعمل به واثبت عليه وادعو إليه. نعم. قوله إنكم تشركون، يعني قول اليهودي، الإنسان إذا صار له هوى تلقط الزلات. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل هذا ولم يقل وأنتم اليهود عندكم كذا وكذا من الطوام، بل قبل هذا التنبيه ولو كان من عدو. نعم. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. نعم، العبد له مشيئة والله له مشيئة، فلا تجمع بينهما بالواو، ولكن رتب مشيئة العبد على مشيئة الله، ما شاء الله ثم شئت. نعم. ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه. نعم، بلا شك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله للعبد مشيئة، أثبت الله لنفسه سبحانه مشيئة، وأثبت لعبده مشيئة، ولكن لا يجمع بينهما بالواو، فيقال ما شاء الله وشئت، بل يقال ما شاء الله ثم شئت، تكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والشاهد منها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. الجهمية والمعتزلة وفرق الضلال يثبتون للعبد مشيئة لكن يغلون بها، يغلون فيها، يغلون في مشيئة العبد ويخرجونها عن مدارها الصحيح ويعظمونها. أما أهل الإيمان فهم يوافقون الكتاب والسنة فيجعلون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله. جاء رجل إلى أحد المعتزلة وقال له إن ناقتي ضاعت فادعوا الله أن يردها علي، سرقت، قال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال المعتزلي اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة فلان فسرقت فردها عليه. فقال له الأعرابي قف، لا حاجة لي بدعائك، إذا كان الله جل وعلا شاء ردها، ولا إذا كان الله جل وعلا لم يشأ ردها إذا كان الله جل وعلا لم يشأ أن تسرق أخاف أن يريد أن يشأ ردها ولا ترد. إذا كان الله لم يرد أن تسرق وسرقت
فإنني أخشى، يعني باعتقادك، فإنني أخشى أن يشاء الله ردها فلا ترد. أعرابي أدرك هذا وأنكر على الجهم. نعم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين نفاة القدر، الذين يقولون إن الأمر أنف وليس هناك قدر سابق. نعم. الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. نعم. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة، المعتزلة مجوس هذه الأمة. ليش؟ المجوس جعلوا إلهين اثنين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة، جعلوا إلهين اثنين المجوس، ولذلك يسمون الثانوية. المجوس يسمون بالثانوية لأنهم جعلوا إلهين اثنين، نسأل الله العافية. فالذي يشبههم من هذه الأمة هم المعتزلة، هم المعتزلة. نعم. وأما أهل السنة والجماعة، أعد. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية المعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. نعم. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله. نعم. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب عظيم، والله إنه عظيم، فيه تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وفيه نفي عقائد أهل الجاهلية وأهل الشرك والفرق الضالة. نعم. وأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والمعتزلة أثبتوا خالقين، أن العبد له مشيئة خارجة عن مشيئة الله، له مشيئة خارجة عن مشيئة الله، فجعلوه شريكا لله. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة الله، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء. نعم. الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ومترتبة عليها. نعم. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. نعم. من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما نعم. قال تعالى ما ليس من لازم المشيئة المحبة، قد يشاء الله شيئا ولا يحبه، مثل كفر الكافر ضلال الضال، شاءه الله لكنه لا يحبه، وإنما شاءه لحكمة منه سبحانه وتعالى. أما الإرادة فهي قسمان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية من لازمها المحبة، وأما الإرادة الكونية فليس من لازمها المحبة، قد يريد الله كونا وهو لا يحبه شرعا، من باب الابتلاء والامتحان والحكم الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم
ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فدل على أن العبد يكفر بإرادته، يكفر بإرادته وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، يكفر بإرادته ويطيع بإرادته، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك. نعم، لأن الكعبة مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق، بل هو من الشرك بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون. نعم، ففيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. يكفي. نعم، سلي عندك. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. أي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من حلف له بالله وشك في كذب الحالف، يقول فهل أصدقه في حلفه وحسابه على الله؟ أي نعم، يقبل الحلف، يقبل الحلف تعظيما لله عز وجل، وليس تصديقا للحالف، وإنما هو تعظيم لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل في الشرك الخفي؟ لا يعذر بالجهل في الشرك. الشرك والعياذ بالله أمر خطير ولا يعذر به بالجهل. واجب على المسلم أن يتعلم العقيدة حتى يتجنب الوقوع في الأخطاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان الرجل عرف بالكذب وحلف بالله هل نصدقه؟ إذا حلف عند القاضي ليس لك عليه إلا اليمين، إذا حلفه القاضي تقبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الذي يظهر لنا من نفسه أعمالا سيئة، يقول هل لنا أن نسيء به الظن؟ أي نعم، إذا أظهر أعمالا سيئة يساء به الظن بناء على ما ظهر منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يسأل عن بعض المؤلفات في الآداب الشرعية. نعم. عن بعض المؤلفات في الآداب الشرعية. إيه. يقول هل تذكرون بعضها؟ الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب مشهور. الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فليس من الله؟ البراءة، أن الله تبرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان المدعى عليه كافرا وحلف عند القاضي بالله، فهل يجب على المدعي المسلم أن يرضى؟ يرضى بحكم القاضي، يعني حكم القاضي مبني على الدليل أن المنكر يحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يرضى المحلوف له إذا رأى الشخص الحالف يكذب عيانا،
هل يجب عليه أن يرضى؟ يجب عليه أن يرضى تعظيما للحلف بالله وليس ثقة بالحالف، إنما يعظم، ولا سيما إذا حكم القاضي باليمين يجب عليك أن تقبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نعلم هذا الحديث الذي فيه الحلف بالله، من حلف له بالله فليرضى، يقول هل نعلمه لأطفالنا؟ يقول: نخاف أن يتخذوه ذريعة للكذب. أي نعم، نعلمهم العقيدة الصحيحة ومنها هذا الحديث للأطفال والكبار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندهم في بلدهم يحلفون بالخبز، وقد نصحناهم مرارا ولكنهم اعتادوا على ذلك، فهل يكفرون بهذا؟ هم مسلمون، اللي تقول عنهم هؤلاء مسلمون ويحلفون بالخبز، إذا كان كذلك فهذا شرك أصغر. حلف بالخبز هذا شرك أصغر، بينوا لهم ونهوهم عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ إيه، أكمل اللي بعدها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذه الآيات كلها في هذا المساق، ما يتخلفون إذا دعاهم الرسول إلى الجهاد، ما يتخلف أحد وهو يقدر. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدهم كثيرا ما يحلفون بجاه الله، يقولون: بجاه ربي، إذا كان يطلب شيئا من آخر. هذا لا يجوز، لا يقال بجاه الله، وأن يقال بالله، بالله ما يقال بجاه الله، الجاه ذا عند العبد، عند المخلوق. نعم. ويقول: أحسن الله إليكم، ومن حلف له بجاه الله هل نعم يجب عليه أن يرضى ويجيب؟ لا، هذه ما هي بحلف شرعي بجاه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك بعض القواعد الشرعية تمنع من الاستماع لبعض للمبتدعة. يقول: هناك بعض القواعد الشرعية تمنع الاستماع من بعض المبتدعة، ومر بنا في الكتاب أن الحق يؤخذ من أي شخص كان حتى من العدو. إيه نعم، الحق يقبل ممن جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي لما قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قبل هذا وإن كان اليهودي عدوا، الحق يقبل ممن جاء به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض النساء تدعو على أولادها بقولها: الله يعدم لي عيالي إذا كذبت. يقول: بعض النساء تدعو على أبناء على أولادها بقولها: الله يعدم لي عيالي إذا كذبت. يعدم. نعم. لا يجوز هذا. تحلف بالله عز وجل، تصدق في يمينه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل هذا من الحلف بغير الله؟ الله يعدم، تقول الله يعدم، هي تدعو الله في هذا. نعم. لكن هذا لا يجوز منها على أولادها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قول الرجل نذر أني صادق
أو نذر أني فعلت كذا وكذا، يقول هل يجوز هذا؟ هذا ما هو حلف، الحلف ما كان بالواو أو بالتاء أو بالباء، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، تالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ينسب البعض لعمر رضي الله عنه قول ليس من الفطنة حسن الظن، فما صحة هذا الكلام؟ والله ما أدري عنه، ما سمعت ولا قرأته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من يقول ما شاء الله وفلان ولكنه لا يقصد تسوية الله بفلان. اللفظ تسوية، فينبه على أن هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في قول الشارح التعريف بقتيلة رضي الله عنها أنها أنصارية ومهاجرة، فكيف يجتمع فيها الوصفان؟ نعم. يقول في قول الشارح التعريف بقتيلة رضي الله عنها أنها أنصارية ومهاجرة، فكيف يجتمع فيها الوصفان؟ أنصارية، الأنصار بالمدينة معروف، ومهاجرة ربما أنها كانت في البادية وهاجرت إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الله يجعل في كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، هذا حديث. نعم. نعم. ويقول ذكرتم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أحدهم، فمنذ موت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول فمنذ موت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الآن، هل هناك من العلماء من يصدق عليهم اسم المجدد؟ نعم نعم، فيه وإن كنت لا تعرفه فهو معروف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ليس من لازم المجدد أن يكون من جهة معينة دائما، قد يكون في المشرق، قد يكون في المغرب، قد يكون في الجنوب، في الشمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله؟ نعم. إيه نعم، يجوز الحلف بصفات الله، بأسمائه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعضهم يقول أن الحلف بالمصحف من الحلف بصفات الله. المصحف ليس كله من كلام الله، المصحف فيه ورق، فيه جلد، ليس كله يعني من المصحف، هذه تابعة للمصحف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لما كان الحلف بالكعبة شركا والطواف بها مشروعا وهما عبادتان تعظمان المعبود؟ الله شرع لنا الطواف بها وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يشرع لنا الحلف بها، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ لا، ما تقول توكلت على الله ثم عليك، التوكل لا يكون إلا على الله، وإنما تقول توكلت على الله ثم وكلتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من المعلوم أن القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان بعدم جواز قول ما شاء الله وشاء محمد حتى جاءه اليهودي؟ تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، لا يجوز،
ولكن هناك أشياء مؤقتة بمناسباتها، الرسول أخر هذا إلى مناسبته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطواف بغير الكعبة شرك أم بدعة؟ الطواف بغير الكعبة هذا شرع لم يأذن الله به، ولا يجوز الطواف إلا بالكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بغير الكعبة إذا كان يعتقد تعظيم المطوف به هذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد وإنما هو جاهل فهذا يبين له، يبين له هذا الأمر، الأمر هذا خطير، لا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة، ما فيه شيء يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، لأن الله شرع ذلك. وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بها عبادة لله سبحانه وتعالى وليس عبادة للكعبة، إنما هو عبادة لله لأنها بيته وأمر بالطواف بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل القدرية كفار أم مسلمون؟ الدعاة منهم يكفرون لأنهم يتعمدون هذا، وأما الجهال فهؤلاء يبين لهم، فإذا أصروا على ما هم عليه ولم يقبلوا البيان فإنهم يكفرون بهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الذبح ذبيحة لله يقول فرحا للفرح؟ لا بأس بذلك، الذبح على اسم الله في المناسبات، ولادة المولود، العقيقة، الأضحية، الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هذه عبادة. نعم. فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، أي اذبح له سبحانه وتعالى، عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبيحة، قرنه مع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم أن يذبح الإنسان ذبيحة فرحا بفوز أو خسارة فريق رياضي أو حزب سياسي؟ هذا والعياذ بالله تعظيم للباطل، لا يجوز هذا، لا يذبح إلا على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، والله ما شرع لنا أننا نذبح إذا فاز الفريق الفلاني أو في الرياضة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من وقع في الشرك الأصغر أو الأكبر يقول لجهله هل يحاسب على فعله هذا؟ أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله، لكن يعلم وبين له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كان المشركون يقرون بتوحيد الأسماء والصفات؟ يقرون بتوحيد الربوبية، ومنه الأسماء والصفات، ومنه الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف تكون معاملتنا مع عوام أهل البدع في بلاد الكفر؟ تعلمونهم السنة، تنهونهم عن البدعة، فإن لم يمتثلوا فاهجروهم ولا تتعاملوا معهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج على ولي الأمر في زمنه؟ هذا لا يقال في صحابي جليل، هذا لا يقال في صحابي جليل، اتركوا الكلام في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سألني شخص مبلغا من المال
فاعتذرت له فقال لو رضي الله لرضيت. هل كلامه صحيح؟ يقول لو رضي الله. السؤال يقول سألني شخص مبلغا من المال فاعتذرت له فقال لو رضي الله لرضيت. ما له مناسبة الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول دفن ميت قبل 20 سنة في فناء المسجد، والآن بعدما تعلمنا الدين وفهمنا عدم جوازه نريد نبش القبر، لكنه غاب عنا ولا ندري أينه بالضبط. يقول غاب عنا ولا ندري أين مكانه بالضبط. إذا كنتم لا تعرفون مكانه فأنتم معذورون. نعم. ولكن لا تصلوا في مسجد مبني على قبر ولو خاف في مكانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في الحديث القدسي في قول الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، يقول هناك من يقول أن الله يسمع عنك ويبصر عنك، فهل هذا التفسير صحيح؟ لا، أنت الذي تبصر وأنت الذي تعلم، الله أعطاك البصر والسمع وأعطاك هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تعليم الصغار التوحيد من خلال قصص الأنبياء أسلوب صحيح لأنهم يتمتعون بالقصص؟ علموهم التوحيد من كتب التوحيد المؤلفة الموثوقة، حفظوهم إياها واشرحوها لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل دفنها؟ لا بأس بذلك، يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، هذا خاص بصلاة الجنازة، ويجوز الصلاة على القبر إذا دفن وأنت لم تصلي عليه، تأتي إلى قبره فتصلي عليه صلاة الجنازة إلى شهر من موته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في قول الشارح رحمه الله عن الكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، هل يفهم من هذا أن أداء العمرة فريضة؟ إيه نعم، العمرة تجب في العمر مرة واحدة مثل الحج تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل هذه الأسماء من أسماء الله تعالى وهي المنبت، الممد، الملقي، المعلم، المبدل، الفادي؟ لا، ليست من أسماء الله، لكنها إنها الله هو الذي قدرها، هو الذي قدرها. نعم. ولكن الله ليست من أسماء الله. المنبت ليش؟ يقول المنبت والممد والملقي والمعلم والمبدل والفادي. لا يقال من أسماء الله إلا ما ثبت بالكتاب والسنة. نعم. ليس بالكتاب والسنة أن الله هو يسمى المنبت.